المهرة، كيف باتت واجهة الصراع الإقليمي؟ الإمارات والسعودية وعمان، ماذا يعني سباق النفوذ على بحر العرب في هذه المحافظة؟ ما هي أسباب وجود قوات المارينز الأمريكية في المهرة؟ ومتى ستتخذ الشرعية موقفاً إزاء ما يحدث فيها؟ أهلاً بكم. في آخر تقرير له قال مركز صنعاء إنه تم نشر قوات خاصة في أمريكية في المهرة لمساعدة التحالف على وقف تهريب الأسلحة الإيرانية. ووصف التقرير أن ذلك انحراف واضح عن خط البنتاغون الرسمي الذي اقتصر فيه التدخل العسكري على مكافحة القاعدة وداعش. يقول مراقبون إن وجود القوات الأمريكية في المهرة يؤكد ما نشر مسبقا عن اهتمام أمريكي خاص بمحافظة المهرة، فيما تكشف مصادر إعلامية عن وجود بارجات أمريكية قبالة سواحل محافظة المهرة وقوات المارينز الأمريكية في مطار الغيضة التي تسيطر عليه القوات السعودية، لتكتمل حلقة السيطرة السعودية عبر قواتها على المهرة. كفريسة بلا حام تبدو المهرة اليوم، باتت الضباع تتناوش في الحصول على الحصة الأكبر من هذه المحافظة المسالمة، وهي الحصول على بوابة لبحر العرب فيما اكتفت الشرعية بالفرجة. فقد أشار تقرير صادر عن مركز صنعاء إلى وجود أمريكي عسكري على سواحل المهرة، وتحديداً مطار الغيضة، بقوات تتراوح بين 100 و200 من جنود المارينز تعمل على دعم قوات التحالف لوجستياً من خلال التدريب والتأهيل لقوات عسكرية سعودية في المطار الذي بات مقراً للعمليات السعودية. مراقبون لم يخفوا قلقهم من وجود هذه القوات في المهرة التي باتت قبلة للصراع والاهتمام مع تنامي التهديد الإيراني لدول الخليج. تأكيدات على أن الوجود الأمريكي يعد انحرافاً عن خط البنتاغون الرسمي الذي قصر حضوره العسكري في اليمن على عمليات الحرب ضد الإرهاب، رغم تغاضي الشرعية عن الانتهاكات التي تطال المهرة أرضاً وإنساناً وسيادة. فإن التحذيرات من المخاطر الكبيرة جراء هذه النزاعات على جزء من دولة مستقلة ذات سيادة يؤثر على التماسك الاجتماعي وهوية المهرة، بل وعلى شرعية الرئيس هادي وحكومته. كانت البداية من دولة الإمارات التي استهوتها السيطرة على الشريط الساحلي لليمن وجزره ذات الأهمية الاستراتيجية، غير أن هذا الأمر لم يدم طويلاً، إذ سرعان ما دفعت السعودية بقواتها وأسلحة ثقيلة نحو المهرة، وباتت هذه المحافظة ميداناً لسباق مفتوح لأطماع الأخوة الأعداء. سرعان ما سلمت أبوظبي مواقعها للقوات السعودية التي رأت في مطامع الإمارات أمراً يتجاوز مصالح الرياض، وبات واضحاً أن للسعودية مآربها الخاصة المتمثلة في إيجاد منفذ بحري مفتوح للمملكة على بحر العرب. لهذا كان التصعيد السعودي عنفاً، إذ سارعت إلى إنشاء واستحداث المعسكرات، وعطلت 3 موانئ رئيسية بالمحافظة، وأوقفت العمل في مطار المحافظة الوحيد. لكن هذا الوجود السعودي اصطدم بجدار صلب من الرفض الشعبي، لا يزال يتصاعد تاركاً مصير هذه المحافظة مفتوحاً على كل الحسابات، إلا من حساب الشرعية الغائب كما يبدو. إذا مشاهدينا الكرام، أرحب بضيفي هنا في الاستوديو الباحث في العلاقات الدولية الدكتور عادل المثني، وسينضم معه آخرون عبر الهاتف. مساء الخير دكتور عادل. أهلا وسهلا. إذا تطور الصراع الإقليمي في المهرة إلى مستوى وجود قوات أمريكية مساندة للتحالف بحجة مكافحة تهريب الأسلحة الإيرانية، برأيك ما هي الأهمية التي تمتلكها المهرة اليوم لتجذب هذه الصراعات الإقليمية؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أعتقد أنه الأهمية الاستراتيجية لمحافظة المهرة هي في كونها ثاني أكبر محافظة يمنية، وهي أيضا محافظة حدودية مع دولة عمان، وعمان أيضا ترى بأن هذه المحافظة تقع ضمن يعني حدود الأمن القومي للمحافظة. وأعتقد أن جزء من الصراع السياسي في هذه المحافظة هو يستهدف في المقام الأول عمان، واحتواء أيضا الدور العماني والنفوذ العماني في هذه المحافظة. ومن حق عمان أن تقلق أيضا جراء هذا التوسع والعسكرة من قبل المملكة
المملكة العربية السعودية التي يعني لها يعني صراع تاريخي طويل مع هذه المحافظة، وبالتالي يعني جزء من الصراع أيضا احتواء الدور العماني في هذه المحافظة. والمعروف أن يعني كثير من الدول تتدخل حينما تعرض أمنها القومي اللي يعني تهديد، مثل تركيا مثلا حينما تدخلت في عفرين، رغم أيضا وجود دول كبرى في هذه الدولة مثل الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا وإيران، لكن ذلك لم يمنع تركيا أن تواجه كل هذه التحديات حينما شعرت أن هناك تهديد جدي لأمنها القومي. وكذلك إيران تدخلت في أيام محدودة ومنعت أيضا يعني الاستفتاء الذي كان يعني ينوي له يعني الذي كان في كردستان، والهدف منه استقلال الأكراد في شمال العراق، وبالتالي أطاحت بهذه الدولة التي كانت تريد أن تخرج من خلال هذا الاستفتاء. وبالتالي الدول يعني عندما تشعر بأنها قلق جدي لأمنها القومي تتدخل، وأيضا عمان تشعر أن هناك فعلا حشود عسكرية. نعم، سنتحدث عن يعني هذا القلق الإقليمي، كل دولة تجد في نفسها أحقية لوجودها، ولكن قبل ذلك الوجود الأمريكي في المهرة تحت مسمى غطاء أو تحت غطاء مساعدة التحالف لوقف تهريب الأسلحة الإيرانية، هل برأيك ستمثل اليمن ساحة جديدة للمواجهات الأمريكية الإيرانية؟ في الحقيقة الولايات المتحدة الأمريكية مثلت يعني غطاء واسع للتدخل التحالف في اليمن، ليس فقط في محافظة المهرة، ولكن أيضا في يعني هناك رعاية للحرب في اليمن. وفي الأمس يعني هناك تقارير نشرت في الولايات المتحدة الأمريكية حتى أن هناك يعني ضباط أمريكيين يشرفون على المعتقلات في محافظة في المحافظات الجنوبية، وهذا كان فضيحة مدوية داخل الولايات المتحدة الأمريكية، والذي سيقود أيضا إلى سأل لهذه الإدارة الأمريكية التي يعني تعاملت بشكل فج مع التحالف في اليمن، سواء الإمارات أو المملكة العربية السعودية، وذلك جراء العلاقة الحميمة التي تربط محمد بن سلمان ومحمد بن زايد مع ترامب، والذي وفر لهم أيضا تغطية كاملة، وهناك خروقات هائلة قادها دول التحالف مستغلين هذا الهامش من التغطية للولايات المتحدة الأمريكية. وأعتقد أنه أيضا هذه التغطية امتدت إلى المهرة، وهي ترعى أيضا دور التحالف في يعني في حديثك عن التعاون أو التعاون الأمريكي للحرب في اليمن للسعودية، لا يفترض أن يكون هذا التعاون لمحاربة الحوثي لأجل استعادة الشرعية؟ كيف انكشفت هذه المطامع بهذه السهولة في هذه المناطق؟ لا، هذه يعني أعتقد أنه يعني مغالطة كبيرة. الآن أصبح هناك إدراك كبير لدى الشارع اليمني بأن التحالف لم يأتي لي يعني استرداد الدولة اليمنية، ولم يأتي أيضا ضمن حدود الأمن القومي الذي كان أيضا يرى أن تدخله جاء يعني وفقا لهذه المطالب، وهي يعني ردع التدخل الإيراني في اليمن. الواضح أن القلق والهاجس الذي كان يعني يحرك الفعل السعودي والإماراتي هو هناك أطماع في المحافظات اليمنية في الموقع الاستراتيجي لليمن. هذه الأطماع بدأت تتكشف بشكل يعني واضح الآن من خلال السيطرة على المواقع الاستراتيجية وعلى ميناء عدن والباب المندب، والآن هناك مطامع واضحة للمملكة العربية السعودية في قضم هذه المحافظة، وهناك أنابيب بدأت يعني هذا المشروع واضح الآن. وواجه أيضا مقاومة من قبل أهالي المهرة، يعني الهدف من إضعاف الشرعية كان وإسقاط المشروع اليمني، يعني وراءه كانت مطامع واضحة الآن بدأت تتكشف، لأن هذه المطامع لا يمكن أن تكون لها وجود على الأرض إذا كانت هناك شرعية قوية في اليمن. وبالتالي عمدوا على إضعاف هذه الشرعية وإنشاء ميليشيات يعني موالية لهم بغرض أيضا إضعاف الشرعية وتحطيم دورها ومؤسساتها في المحافظة الجنوبية. ثم يعني بدأت تطل علينا هذه المشاريع الخبيثة سواء للإمارات أو للمملكة العربية السعودية، ولهذا استشعر المهريون هذا القلق، غياب الشرعية وتبدي هذه الأطماع التي بدأت قلنا من خلال المشروع الأنابيب، ومن خلال أيضا الميليشيات التي دفعت بها المملكة العربية السعودية. وأيضا هناك عسكرة، هناك ما يزيد عن 2000 جندي سعودي في هذه المحافظة، وهناك إغلاق للممرات البحرية وللموانئ والمطارات في هذه المحافظة بما شكل تهديد لأبناء المحافظة. وهناك أيضا سعي واضح يعني سياسة تتبنى المملكة العربية السعودية في تشظي النسيج الاجتماعي داخل المهضة، ودعم جماعات سلفية بهدف أيضا يعني تفتيت النسيج الاجتماعي وخلق أيضا بؤر موالية لها في هذه المحافظة. إذا اسمح لنا أن ينضم معنا اللواء أحمد قحطان مدير أمن محافظة المهرة السابق من عمان. مساء الخير سيادة اللواء.
الو، اهلا بك، انت معنا على الهواء سيادة اللواء. اهلا وسهلا، حياكم الله، نمسيكم بالخير وضيوفكم الكرام، ويا مرحبا وسهلا. اهلا بك سيادة اللواء، ونود ان تحدثنا عن حقيقة الوجود الامريكي في المهرة والداعم للتحالف. هل هناك اي معلومات لديكم عن عدد الافراد الموجودين وما هي طبيعة تواجدهم؟ اقول بالحقيقه بالنسبه للتواجد حق الجماعه دول، ما عندنا الواحد يحب يتكلم كلام اللي هو صحيح وواثق منه، ما عندنا معلومات يعني مؤكده تثبت الكلام الذي نطرحه بحيث انه يكون له معنى فائده اي شيء من هذا القبيل. نعم. إذا برأيك كيف تضرر أبناء المهرة من التواجد السعودي والسيطرة على موانئ المحافظة والمطار أيضا، يعني المنافذ البرية والبحرية لهذه المحافظة؟ أنا بالنسبة للسعودية يعني بالحقيقة أهدافها أصبحت مكشوفة وواضحة بشكل جلي، وهي بدل ما جاية يعني تعيد الشرعية أصبحت تعيق الشرعية، وتقوم بكثير من الأعمال في المنافذ البرية والبحرية لإعادة التجارة، وأيضا مضايقة التجار، وشهور بعض الأحيان أيام طويلة تبقى الناقلات واقفة في المواني وفي المنافذ البرية، الأمر الذي يزيد رسوم تكاليف البضاعة ذاتها على المواطن اليمني، وايضا يتخذوا بعض الاحيان قرارات مانعه للتجاره بين الدول الخليج واليمن، ويشكل ضرر كبير حقيقه. والمواني ايضا نفس الشيء، اي المواطنين الصيادين في المناطق الساحليه يتضرروا كثير من الاجراءات هذه اللي تتخذ ضدهم ومضايقتهم في رزقهم الا من البحر، وهذا يعني يضايقهم حقيقه. نعم، هل يمكن للقوات اليمنية الموجودة في المهرة من دخول المطار والخروج منه أو الميناء؟ ما يمكن حد يدخل إلا بتوجيهاتهم وتعليماتهم وأوامرهم. نعم. فلان من فلان مثلا ويكون أمر من عندهم يدخل، أما كل واحد لا. نعم، يعني السعودية مسيطرة تماما على الميناء والمطار. بالنسبه للميناء في دخول وخروج بالنسبه للمواطنين التجار اللي يتعاملوا في الميناء، اصحاب البضائع، معاملات جمركيه، تخليص بضائع، بقى يمشوا يعني، لكن بالنسبه للمطار اوامر لازم الا من عندهم دخول والخروج. نعم. إذن هناك اتهامات للسعودية من قبل المحتجين بأنها تعمل على زعزعة أو تغيير النسيج الاجتماعي للمهرة، ما الذي صنعتها السعودية لتغيير هذا النسيج؟ هذا كلام صحيح. المملكة أول ما جاء الجيش المملكة وزعوا أسلحة ووزعوا سيارات ووزعوا يعني أشياء للقبائل الموالية لهم، شفت كيف؟ وهذا خلق فتنة وأضر ضرر كبير في المجتمع في المهرة. نعم. أضرار كبيرة وسيكون لها انعكاسات سلبية على مجتمعنا في المستقبل. نعم. إذا شكرا جزيلا لك سيادة اللواء أحمد قحطان، مدير أمن محافظة المهرة السابق، كنت معنا عبر الهاتف من عمان. عودة إليك دكتور عادل. إذا يعني لو تحدثنا عن هذا الصراع الإقليمي وتساءلنا عن سر التوقيت، لما الآن يعني أو ظهر في الآونة الأخيرة يعني من نهاية عام 2018 وحتى الآن، لما لم يظهر منذ بداية الحرب منذ 4 سنوات؟ في الحقيقة المملكة العربية السعودية كانت عينها على هذه المحافظة، هي عملت أولا على إضعاف الشرعية في المحافظات الجنوبية، عملت على خلق الظروف الموضوعية لهذه الأطماع، وبدأت فعلا الآن مع ضعف الشرعية الآن بدأ يعني حقيقة واضحة الآن لدى الشعب اليمني وليس فقط لدى المجتمع الدولي، بأنه يعني الشرعية أصبحت غائبة عن المشهد اليمني، وبالتالي هذا يعطي مبرر وذرائع للمملكة
العربية السعودية والإمارات أن تملأ الفراغ، وهي ملأت الآن الفراغ في المحافظات الجنوبية بحجة الإرهاب، بحجة يعني ضعف مؤسسة الدولة، وبحجة أيضا مواجهة الوجود الإيراني في اليمن، عملت على بشكل مناهج على إضعاف الدولية، على أضعاف الدولة ومؤسساتها في هذه المحافظات، وبالتالي لتحل هي بديلا عن هذه، وهو ما نشاهده الآن هذا التوسع والتضخم في إنشاء ميليشيات والإنفاق الواسع من قبل الإمارات والسعودية لهذه الميليشيات، بينما الجيش الوطني والمقاومة لا يستلم رواتب لأكثر من عامين. هذا يوضح بشكل جلي على هذه الأطماع والتي بدأت تترجم الآن من خلال العمل الجاد على وضع اليد في هذه المحافظات بشكل عام. أما بالنسبة لمحافظة المهرة، هي محافظة قريبة من المملكة العربية السعودية، تريد أن تكون هناك أيضا بديل استراتيجي لمضيق هرمز إذا ما تعرض هذا المضيق لصراعات، وهناك أيضا يعني تسخين واسع النطاق مع إيران، وهناك يعني الموقف يعني الصراع الإقليمي مع إيران سواء في العراق أو في سوريا أو في لبنان، ويعني نذور الحرب قائمة في هذه المناطق، وبالتالي المملكة العربية السعودية ترى أن تخلق أيضا بديل استراتيجي لها في مد أنابيب في هذه المحافظة، خاصة وأن الشرعية غائبة وهي تستفيد من هشاشة يعني وضع الشرعية وهذا الغياب، وأيضا نفوذها القوي في هذه المحافظات والميليشيات التابعة لها، فبدأت أيضا تطل يعني اطماعها بشكل واضح. هذا من جهة، من جهة أخرى أيضا هناك جزء من الصراعية ترى أن عمان أيضا مرتبطة بإيران بشكل أو بآخر، وهي أيضا هناك صراع أيضا قلنا يعني قديم بين إيران بين المملكة العربية السعودية والإمارات وعمان. جزء من هذا الصراع يعني هو تحجيم دور عمان وأيضا إنهاء نفوذها في هذه المحافظة المنتخمة لها، والتي تربطها مع أبناء هذه القبائل روابط تاريخية قوية، وبالتالي ترى أن من ضمن البعد الأمن القومي لعمان، وهي تراقب بحذر كل ما يحدث داخل هذه المحافظة، وتدعم النسيج الاجتماعي في مقاومة هذه التحديات التي تأتي من الخارج، لأن عمان في الحقيقة قلنا يعني انفلات هذه المحافظة وتدهور أيضا وضعها الأمني والاقتصادي سحب بلا شك داخل عمان. يعني لو تحدثنا عن الدول التي أو الأطراف الإقليمية الحاضرة في ما يحدث في المهرة اليوم، كيف يمكن إحصاءها؟ هو قلنا الجزء من الصراع هو بين المملكة العربية السعودية وعمان. الشرعية أصبحت غائبة عن هذه المحافظة، ليس في هذه المحافظة ولكن أيضا في بقية المحافظات، بل على العكس تحولت الشرعية مع استمرار الضغوط إلى أداة من أدوات التحالف، بل على العكس الآن لاحظنا في الأمس القريب يعني نائب وزير الداخلية وقبلها وزير الداخلية وهو يبرر عدم وجود معتقلات في خطوة هادفة إلى غسل جرائم الإمارات في المناطق الجنوبية، وهذه خطوة مستهجنة لاقت يعني احتجاجات واسعة داخل المحافظات الجنوبية، وخاصة من أبناء الضحايا في والمعتقلين في هذه المحافظات. كان المعول والمفترض على الشرعية باعتبار أن أغلب المعتقلين هم ينتمون إلى المعسكر الشرعية، وبالتالي المفترض أنها أن تمارس الضغط على دول التحالف من أجل يعني الإفراج عن هؤلاء المعتقلين، أما أن تتحول إلى هذه الخطوة المستهجنة وهي أكثر جورا وظلما مما يعني يفعله دول التحالف في التبرير لهذه المحافظات، بل وإنكار كل ما يحصل من عشرات بل مئات المعتقلات الموجودة في المحافظة الجنوبية، وهم في الأساس من معسكر الشرعية وأنصار الشرعية، واستهدفوا لأجل ذلك لأنهم من معسكر الشرعية من حملة المشروع اليمني، وبالتالي الدورة الشرعية يعني أصبح مخل ومعيب وأصبحت تدافع عن هذه الأجندة. سنتحدث عن الدولة الشرعية في هذا الموضوع، ولكن اسمح لنا أن ينضم معنا الأستاذ عمر بن هلابي الناشط السياسي عبر سكايب من كندا. مساء الخير أستاذ عمر. مساء الخير أفتاسيا والخير على الضيوف الكرام. أهلا بك. إذن أستاذ عمر، برأيك لماذا تصر السعودية على امتلاك نفوذ في بحر العرب عبر المهرة رغم كل المقاومة السلمية المحلية لرفض وجودها؟ ما الذي تريده هناك؟ مشاريع الصراع حول اليمن والمناطق الداخلية بالذات في المناطق الجنوبية الشرقية من اليمن، صراع قديم تاريخ يعني من عشرات السنين أو منذ الأزل تقريبا. هناك خلافات، هناك طمع لدول مجاورة، فبعض الأشقاء يعتقد أن اليمن في حالة ضعف وبإمكان يحصل على هذا التنازل أو ذلك صالحهم القومية أو صالح دولهم، الإخوان أو الإخوان.
أتمنى أنا كيمني بادلهم وأنا حسن النية بأن اليمن نعم يقبل أن يكون هناك تعاون، يقبل أن يكون هناك مصالح مشروعه، ولكن بشرط أن لا تمس السيادة اليمنية أو هذا ما بدأ الأخوان يتعهد إلى درجة أنهم بدأوا يحققوا صراع ذاتي بينهم أو خلافات للشريع لهم ليست لليمن فيها مصلحة، وحولت الأزمة طول الحرب وطول أمد إلى منطقة صراع إقليمي بين عدة قوى، سواء الآن من ناحية ما أساس المشكلة التدخل الإيراني، ومن بعد التحالف الذي هو هذا التحالف بدأت تنظر إلى أن تحجيم الشرعي تحجيم الدولة سيها فرض بعض الأجندات التي فيها أكثر مما يسمح به القانون الدولي وقانون السيادة. هنا انصدمت هنا بدأت تتأثر من هذا وبدأت تدمر الشعب اليمن، وهذا أنا أعتقد أنه ليس في التحالف وعلى التحالف في شقاء المملكة أو في عمان أو الإمارات أن ينظروا إلى أن الوضع في وضع معقد، هناك نقاط وترابط سرية أزلية بيننا في اليمن وفي الجنوبية الشرقية وبين الأشقاء في عمان والشقاء، ولكن هذه الترابطات لها حدود ولا يستطيع أن يقبل أن يتنازل قيادته مقابل نعم ربما هناك لحظة ضعف، لحظة ضعف الذي يسعى البعض إلى فرضه على أرض الواقع ينشئ وضع لا دولة، ووضع لا دولة هذا خطر، ليس خطر على الشرعية اليمنية والدولة اليمنية بل خطر على الأشقاء أيضا في عمان أو ربما المنطقة كلها، لأن وضع لا دولة يسمح تدخلات أكبر. نحن أتينا بالتحالف أو طلبنا المساعدة من الأخوة التحالف، الأخ الرئيس طلب هذه المساعدة لهذا التدخل الإيراني السافر الذي أراد أن ينتزع السيادة اليمنية ويحول اليمنية إلى مثل ما قال رئيس أحد قادة الإيرانيين بأن العاصمة العربية الرابعة التي يسيطرون عليها، وهذا أمر مرفوض، ولكن أيضا وضع لا دولة يساعد على تدخلات أخرى، تدخلات غير محمودة. وضع التدخل أو التجاذب أو محاولة استقطاب فئات مجتمعية سواء قبلية أو غيرها سواء في المهرة أو في حضرموت أو غيرها، هذا أيضا ينشئ إلى ترابطات، لأن المهرة ليست كائن، ليست فئة واحدة أو قبيلة واحدة، هناك مشاكل اجتماعية وقبلية قبل هذا التدخل إثارتها ليس بمصلحة وليس بمصلحة أبناء المهرة بالذات، وبطبيعة على العقلاء من أبناء المهرة وحضرموت أن يصلوا إلى هذه التدخلات. هناك تحت الترابطات القبلية وحتى في التسميات بدأت يعني من الستينات عندما وبدأت نوعا من شكل قبلي معين، وعن القبيلة المهرة قبائل مختلفة وفئة واحدة لنقول بأن هذا تابع لفلان وهي جزء من الوطن ككل لها ما يعني فيه كبيرة. أرجو وأتمنى أن يعيدوا التفكير في سياستهم بأن اليمن إضعاف اليمنية سيقود إلى وضع لا دولة، وضع لا يختلف اليمن لا غير قابل يطبق في اليمن حسب ما يعتقد بعض الأخوة أن اليمن سيطبق الفكر اللبناني الفكر المحاصر اليمن لا هذا الفكر من الصعب تنفيذه في اليمن، أن تتآلف بعض القوى الإقليمية أو الدولية لنوع من المحاصصة النفوذ في اليمن. نعم، إذن دعني أسأل فقط نعم أشرك في حوارنا هذا ضيفي هنا في الاستوديو، ابقى معي أستاذ عمر. برأيك دكتور عادل، يعني ما هي مخاطر تحول المهرة إلى نقطة صراع إقليمي ودولي؟ أيضا نحن نتحدث الآن عن عمان، السعودية، الإمارات، أمريكا، ومن الخلف إيران، فبرأيك ما هي المخاطر؟ هو يعني جزء من يعني
المخاطر واستدعاء هذه الصراعات الإقليمية إلى داخل اليمن. يعني اليمن بحاجة إلى تهدئة، بحاجة إلى تسكين، بحاجة إلى إطلاق عملية سياسية واسعة من خلال أيضا الأمم المتحدة التي تسعى في الحقيقة إلى إيقاف عمليات العسكرية في الحدود، ودفعت أيضا لمشاورات ستوكهولم. هناك اهتمام دولي كبير، لأن يعني اليمن يقع على موقع استراتيجي مهم تمر عبره الطاقة، يعني أغلب الطاقة التي يعني تهم العالم، وبالتالي من حق العالم أن يقلق حول تعدد الميليشيات في هذه البلد، وأيضا يعني تضخم هذه الميليشيات وبخاصة الموجودة في المحافظات الجنوبية، وبالتالي يعني هناك قلق كبير يعني دفعت باتجاه أيضا هذه العملية السياسية. وبالتالي المملكة العربية السعودية والإمارات بشكل لم تستطع أن تقنع المجتمع الدولي من خلال أيضا دعم جهود الدولة، من خلال أيضا تثبيت الاستقرار في هذه المنطقة المهمة للعالم. بالعكس يعني هذه الخطوة يعني تصب في هذا الاتجاه، في إقلاق المجتمع الدولي، في مزيد من اللا استقرار في هذه المحافظة، في مزيد من قلب الصراعات الإقليمية للمنطقة مع عمان. وهذا أيضا يضيف أيضا بعدا يعني لللا استقرار في اليمن، ويضيف بعدا أيضا لتعقد المشهد اليمني أكثر مما هو عليه. وبالتالي المملكة العربية السعودية والإمارات قلنا يعني دأبت منذ البداية على يعني تفخيخ الأمن والاستقرار في اليمن، وهذا ما جعل المجتمع الدولي ينتزع أيضا الورقة ورقة اليمن من يد دول التحالف، ويفرض مفاوضات مشاورات ستوكهولم وهو تدخل على دول التحالف، ونزع أيضا للورقة اليمنية لأنهم فشلوا في إدارة المشهد اليمني، لأنهم فجروا يعني قصدي أقلقوا الأمن والاستقرار في اليمن، يعني أنشأوا ميليشيات كثيرة، غيبوا الشرعية ومؤسساتها باعتبار أن الشرعية هي الضامن الوحيد للأمن والاستقرار في اليمن، وكان مفترض على دول التحالف أن تدعم هذا البعد وتقوي من دور الشرعية لتوجد أيضا لتحافظ على الأمن والاستقرار، وأيضا لترد أيضا على التحدي الإيراني في اليمن. لكن اللي شهدناه العكس، هناك يعني تعدد للميليشيات، هناك تضخم لهذه الميليشيات، وهناك دعم مفتوح لمعسكرات خارج الشرعية. هذا شكل بعدا كبيرا قلنا لهذه المخاوف والهواجس والقلق سواء بالداخل أو الخارج، وبثل أيضا تشجيع للحركة الحوثية في الشمال أن تتنفس وتمد جذورها أكثر في المناطق الشمالية، وتدعي بأنها أفضل من النماذج الأخرى من تعدد الميليشياوي في الطرف الآخر. نعم، إذن أعود إليك أستاذ عمر. إذن الدور السعودي ظهر بعد فشل الإمارات في محاولة إنشائها قوة عسكرية محلية، القوات التي زرعتها في الأحزمة التي تبنيها والنخب أيضا في عدن وحضرموت وشبوة، هل نستطيع القول أن الدور السعودي هو يعد الخطة باء بعد فشل خطة الإمارات؟ لا نستطيع أن نسمي أن هناك خطة ألف وخطة باء، هناك تخبط في التحالف ككل، وتخبط في إدارة الصراع في اليمن. اليمن عند محرر او ما ندعي بانه محرر، اكثر من 70% من مساحه اليمن محرره. هذه الشرعيه كان يجب على التحالف ان يمنح الشرعيه الفرصه لاداره الوضع بشكل طبيعي في المناطق المحرره. الشرعيه حقيقه تحاول ان تبدا شيء. راينا على سبيل المثال يوم امس زياره الاخ وزير النقل صالح الجبواني الى المهره، وافتتاح خط طيران جديد ان شاء الله من بدايه الشهر حسب ما اعلن الى مطار البيضه، وهذا تطور جدا ومحاوله مشكوره من الشركه. ولكن وايضا في المكلا زار مطار الريان، نتمنى ان يبدا العمل، مع انه لا يوجد اي مبرر لاغلاق مطار الريان او الموانئ في حضرموت والبيضه بالضبط، لان المهره وحضرموت لم يصلها الحوثيين، وليس هناك فيها خطر حوثي بمعنى الكلمة. ولذلك نتمنى على الأشقاء في التحالف أن يبدأوا يعطوا مجال، يتركوا المجال الشرعية لإثبات الدولة وإثبات المثال لليمن الاتحادي الذي نحن نسعى إليه. نسعى إلى يمن لكل أبناء، يمن آمن، يمن من ضمن المنظومة الإقليمية العربية في الخليج والجزيرة. يمن هذا لن يتحقق إلا بنجاح الشرعية وليس بإضعافها. هذا التخبط يضع أسئلة كثير. لماذا لا نترك مثال في حضرموت أو في المهرة أو في عدن لإدارة الدولة الحديثة التي نحن نطالب بها أو نبشر بها وهي اليمن الاتحادي؟ لماذا لا نترك الشرعية أن تعمل؟ هناك أسئلة كثيرة تضع علامات استفهام.
على الأخوة في التحالف أن يبدأوا بإعطاء المجال للشرعية، بفتح الطرق أمام الشرعية وليس بإغلاقها. أيضا الميليشيات وتكوين الميليشيات، أيضا نعم نحن نقدر بأن الأخوة يريدوا أن بناء أو مساعدة الدولة اليمنية في بناء قوات مسلحة وطنية، ولكن هذه القوات يجب أيضا أن يحول مسؤوليتها ويخضعوها للشرعية اليمنية ضمن إطار وزارة الدفاع ووزارة الداخلية كوزارات مقلمة. الإدارة الصراع في اليمن هو إدارة مشتركة بين الأخوة في الشقاء في التحالف ورئاسة الأخ الرئيس عبد الرب منصور هادي. هذه الإدارة يجب أن تكون مشتركة لا متنافرة. التنافر هنا خلق نوع من اللا دولة. هذا النوع اللا دولة سيؤثر على المستقبل وجعل من الآخرين نظرة غير سوية لماذا ما يحدث في المناطق المحررة. لم نجد أي شيء محرر، لم نجد أي تطبيع للحياة في المناطق المحررة وبالذات في حضرموت والمهرة، بالإضافة إلى عدن التي للأسف من سيء إلى أسوأ. هذه المناطق المحررة يجب الأخوة في التحالف أن يمنحوا الشرعية الفرصة لإدارة الدولة وإقامة النظام وإعادة تفعيل المؤسسات الحكومية والموانئ والمطارات. رقابة طبعا موجودة، لا نجي نقول أن هناك رقابة أو هناك خوف من بعض التهريبات من هنا أو من هناك. هذه الرقابة كلها إدارة الأخوان في التحالف. الإدارة إذا كان هناك تهريب أو في نوع من الشكوك على نوع من استخدام بعض المنافذ، على التحالف أن يضع الآلية الرقابية الصارمة. ولكن مؤسسات الدولة داخل المناطق هذه ومؤسسات القضاء والمطارات والموانئ على الأخوان، ونتمنى على الأخوان في المملكة العربية السعودية أن يمنحوا الشرعية الأخ الرئيس فرصة للعمل لإثبات ما نبشر به من دولة، ما نبشر من يمن جديد، وليس من يمن الماضي وصراعاته، أو نطور الصراعات ونحيي صراعات ماتت. هذه ليست في مصلحة اليمن وليست في مصلحة الأشقاء. نعم، إذن شكرا جزيلا لك أستاذ عمر بن هلابي الناشط السياسي، كنت معنا عبر سكايب من كندا. عودة إليك أستاذ دكتور عادل. دكتور عادل، تحدث الأستاذ عمر أن الشرعية لم تمنح من قبل التحالف فرصة حقيقية لإدارة المناطق التي تسمى محررة. هناك مناطق لم يصلها الحوثي بتاتا، هناك مناطق حررت بالفعل ولكن لم تسلم فعليا لهذه الشرعية. برأيك يعني أين مسؤولية الشرعية من كل ذلك، سواء في قبولها بهذا الدور الذي تم إبعادها عنه، وأيضا في ما يحدث في هذه المناطق التي تجد أن الدول تتصارع فيما بينها البين وتظل هي كالمتفرجة دون أن تتدخل؟ في الحقيقة دول التحالف لم تسلم الدور للشرعية ولن تسلم الدور للشرعية. هذا يعني شيء واضح من خلال سلوك التحالف في الواقع اليمني. الدول التحالف أنفقت كثيرا يعني على هذه الأطماع حتى أصبحت جزء من الواقع، يعني مليارات الدولارات، أنشأت ميليشيات وجيوش لعبت يعني خلال الثلاث سنوات. الآن هناك حضور واسع لدولة الإمارات وسيطرة كبيرة في الموانئ سواء عدن أو باب المندب وأيضا حضرموت، والمملكة العربية السعودية أيضا تتقاسم مع الإمارات وتتخدم في هذا الدور. لا يمكن بسهولة أن تسلم هذه المكاسب التي حققتها بكثير من التضحيات والأموال للشرعية، وبالتالي هي أيضا قبل ذلك أنهت دور الشرعية ومؤسساتها في هذا الوجود ليتسنى لها أيضا تمرير هذه الأجندات. وبالتالي ليس من المقبول في تصور هذه الدول أن تعود الشرعية للواقع اليمني. الشرعية مثلها يعني مغيبة تماما، هي بالمعتقل في المملكة العربية السعودية، ولهذا أعتقد أنه جزء من الاحتجاجات الواسعة التي تجوب الآن المحافظات الجنوبية ومنها أيضا المهرة التي لم تستسلم ولن تنكسر لهذه المطالب، لأنها تدرك تماما هذه الأجندات وتدرك غياب الشرعية، وأيضا أن الشرعية يعني جزء من يعني مشروع التحالف وتغييبها وضربها في هذه المحافظات، وبالتالي هي تصدرت الموقف وبدأت تقوم أيضا نيابة عن الشرعية في مقاومة هذه الأجندات ومواجهتها في المحافظة الشمالية. وهذه التيار بدأ يتسع بشكل كبير وبدأت
بدأنا نشهد أن هناك يعني صدام مع هذه الأجندات سواء في حشبوة أو في عدن أو في تعز أو في المحافظات، ونحن نعول على هذا التيار باعتبار أن الشرعية هي ليست فقط السلطة الموجودة في الرياض المعتقلة، وإنما المعسكر الشرعية بقوى السياسية والحزبية الموجودة والممتدة في الساحة اليمنية، والتي لا يمكن أبدا أن تسلم أو تقبل بهذه الأجندات التي مرت في ظروف استثنائية يعني عول عليها اليمنيون كثيرا بأنها جاءت لاستعادة الشرعية ولدعم الشرعية في جهودها ضد أيضا الانقلاب في المحافظة الشمالية، لكنها انحرفت وحادت وأصبحت الآن تشكل أهم يعني مهدد للدولة اليمنية والمشروع اليمني، ولهذا هي ستواجه أيضا يعني ستواجه مصير، أعتقد الإمارات نفس المصير التي طردت منه من الصومال ومن جيبوتي ستواجه نفس المصير في اليمن، وهناك أيضا يعني نواة لهذه الاحتجاجات بدأت تكبر وتتعظم في المحافظات اليمنية، وأعتقد أن الإمارات ستواجه نفس المصير لأنها تتعامل بتهور كبير وبشخصنة يعني قصدي بتهور يعني غير مبرر خارج بروتوكولات الدول في التعامل مع هذه الدول سواء في الصومال أو في جيبوتي أو في اليمن. نعم، اسمح لنا بالانضمام الأستاذ عدنان هاشم الباحث في الشأن الخليجي والسياسة الإيرانية من صنعاء. مساء الخير أستاذ عدنان. مساء النور راسي، أهلا وسهلا بك. أهلا بك. إذا أستاذ عدنان، يعني التدخل العسكري الأمريكي في اليمن سابقا اقتصر على مكافحة داعش والقاعدة أيضا عمليات معينة، إلى أي حد يعتبر التدخل في مكافحة الأسلحة الإيرانية عبر السواحل الشرقية تطور في الوجود الأمريكي في اليمن؟ بسم الله الرحمن الرحيم. تقريبا لا اعتقد ان هناك وجود كبير للامريكيين في المهرة او ان هناك وجود حقيقي في تلك المناطق. هناك قاعده امريكيه موجوده في شبوات تساعد القوات الامريكيه من اجل مواجهه تنظيم الجهاد وتنظيم داعش. هناك وجود سعودي كبير في المهرة، والواضح بان السعوديه تسعى الى بناء قاعده دائمه موجوده في المهرة من اجل ايجاد نفوذ كبير على بحر العرب. نعم. إذا ماذا عن الدور الإيراني؟ إلى أي حد نستطيع القول أن إيران حاضرة ومؤثرة أيضا في البوابة الشرقية وبحر العرب؟ إيران موجودة بالفعل في بحر العرب، وكانت موجود معها سفن من أجل مكافحة القرصنة. إيران تستطيع تهريب الأسلحة للحوثيين عبر هذا الشريط الساحلي الكبير اليمن. ليس فقط الحديث ان الوجود السعودي في المهره هو مكافحه الاسلحه الايرانيه، باعتقادي بان هذه هي رؤيه قاصره، الوجود السعودي له اهداف خاصه غير مواجهه تهريب الاسلحه الايرانيه. الملاحظ انه بعد وجود القوات السعوديه في نوفمبر 2017 زادت ايران من تدخلها في اليمن، زادت الاسلحه وصولا الى الحوثيين، الطائرات دون طيار تمر عبر مناطق اخرى، عبر شبوه، عبر حضرموت، عبر مراكز النفوذ المالي والاقتصادي الموجود حاليا، دفاع الحرب واقتصاد الحرب الموجود حاليا. الوجود السعودي في المهرة من الملاحظ ان هذا الوجود هو في المناطق السكنية، بمعنى انه موجود في الغيضاء وموجود في المناطق المجاورة لها التي الموجود فيها السكان، ليس في مناطق التهريب. الوجود السعودي في المهرة ايضا لا يكافح ايضا الارهاب، لان لم تشهد المهرة اي عملية ارهابية في المهرة. إذن ما الذي تريده بالضبط السعودية؟ يعني لما تصر على امتلاك نفوذ في بحر العرب عبر المهرة رغم كل الرفض السلمي يعني لوجودها من قبل السكان؟ المهرة هي تحتاج بناء ميناء نفسي في المهرة، هي تخشى أن تحدث تطورات مع إيران من خلالها إغلاق مضيق هرمز، وإغلاق مضيق هرمز ستتأثر صادرات النفط السعودية. مثل ماذا هذه التطورات؟ التطورات هي ان حدوث تاخذ المملكه كل احتياطاتها من اجل الوجود، لكن الوجود يفترض ان يكون من اجل ان يكون الوجود بالتعاون مع الحكومه اليمنيه، ان يكون في توقيع اتفاقيه مع الحكومه اليمنيه، ان تدفع السعوديه تكاليف وجود الانابيب ووجود الميناء النفطي، ان يكون الميناء النفطي في اليمن وتدفع السعوديه للناقل وايضا لسياره البدء. اعتقد ان المهريون يبحثون عن مشاكل مع السعوديه. هناك وجود عسكري كبير للسعوديه، وهذا ايضا يخيف ويقلق المهريون وايضا يقلق سلطنه عمان. سلطنه عمان لها وجود
كريم المهره، وهي تخشى ان يكون الوجود السعودي والوجود الاماراتي في جنوب اليمن مؤثر ومهدد على حدودها مع الدوله، مع ان يكون مؤثر مع على مشكلاتها الحدوديه مع المشكلات الحدوديه الموجوده بين الامارات وايضا مع السعوديه. من الواضح ايضا بان المهريون قد يلجؤون الى طرق اخرى مغايره، يمكن ان يلجؤون الى تفاخ مسلح من اجل مواجهه السعوديين. انشاء السعوديه القياده العسكريه المتقدمه في البحر العربي، فهذا ايضا من وجودها كقوه اقليميه في المنطقه مع قيام الامارات ايضا ببناء قاعده في اريتريا وايضا تركيا في الصومال. إذا فيما يتعلق بالصراع الإيراني الخليجي أستاذ عدنان، هل تتحول المنطقة الشرقية إلى منطقة صراع أعمق من مناطق سيطرة الحوثيين؟ تقريبا من المبكر الحديث عن هذا الموضوع. إيران لا تريد أن تفتح جبهة أخرى في جنوب اليمن، هي يمكن أن تتعامل مع انتصار جنوب اليمن مثل ما تريده الإمارات، وتتعامل مع اليمن كجزئين مختلفين أو كقاعدة مركزية موجود فيها الحوثيين ونجد فيها الانتصارين. تعامل الايرانيون مع هذا الوضع بعد 2011، كان هناك من الانتصارين منهم عجلوس الزبيدي ذهب الى ايران، وكان هناك دعم كبير من حزب الله ومن التنظيمات الايرانيه الموجوده في طهران وايضا من الحلف الثوري الايراني. ايران كانت تتعامل مع المنطقه كيفما كان تشكيلها من اجل ان تبقى نفوذها ومن اجل ان تظهر بانها مسيطره وذات تاثير وصانعه للقرار في منطقة الشبه الجزيرة العربية. نعم، إذا شكرا جزيلا لك عدنان هاشم الباحث في الشأن الخليجي والسياسة الإيرانية، كنت معنا عبر الهاتف من صنعاء. أعود إليك دكتور عادل. دكتور عادل، هناك اتهامات للسعودية من قبل المحتجين أنها تقوم بتوطين السلفيين في المهرة وتغيير النسيج الاجتماعي، وربما خرجت مسيرة احتجاجية في قشن لمنع إنشاء معهد سلفي كان بدعم السعودية، ثم تنكرت لأنها داعمة لهذا المعهد. برأيك ما تحول أو خطورة تحول الصراع في المهرة إلى المربع الاجتماعي الفكري؟ في الحقيقة هذا يعني مستوى الصراع في هذه المحافظة. حاولت المملكة العربية السعودية يعني استخدام كثير من الأساليب لكنها فشلت نتيجة لهذه الصحوة داخل هذه المحافظة، نتيجة يعني وقوف الأهالي والقبائل وحتى الأحزاب السياسية هناك وقفت يعني موقفا دائم لهذه الجهود الشعبية الرافضة أيضا لتمدد المملكة العربية السعودية، ومن خلفها أيضا جهود دولة عمان التي تنظر بقلق كبير هذا التوسع السعودي لهذا التوسع السعودي، وبدأت أيضا تدعم بشكل جدي لهذه التحركات. ولهذا فشلت الجهود المملكة العربية السعودية في التغول في هذه المحافظة. الآن تلقى إذا هذه الخطوة الخطيرة في يعني دعم هذه الجماعات التي تهدف في نهاية الأساس إلى خلق أدوات لها في هذه المحافظة والسيطرة أيضا على النسيج الاجتماعي من الداخل، وهي هذه المحافظة يعني وهذه الخطوة ليست جديدة في اليمن، جربتها في قبل في صعدة حينما أنشأت مع يعني مركز السلفيين في معقل الزيدية في محافظة صنعاء بهدف أيضا خلق هذه القلاقل والتشظي بهذه والذي كان نواه لوجود الحركة الحوثية التي ابتلعت فيما بعد اليمن بكامله. وبالتالي الآن أيضا في داخل الجيش الوطني تنشئ الآن مع الإمارات ألوية سلفية خاصة يعني بهوية مختلفة أيضا بغرض أيضا دعم هذه الهويات داخل الجيش الوطني، وهو ما يهدد أيضا وحدة الجيش في المستقبل. وبالتالي يعني هذه الخطوات قلنا منظمة ومخطط لها من قبل المملكة العربية السعودية سواء على مستوى الجيش الوطني أو على مستوى أيضا الجماعات التي تدعم الآن بشكل كبير في داخل محافظة المهرة بغرض أيضا تهديد النسيج الاجتماعي من الداخل وممارسة الضغط أيضا على القبائل هناك للتسليم بالأجندات. تتوقع أن يعني هذه الاستقطابات الإقليمية التي تقوم في المهرة هل يمكن أن تؤثر على تماسك المجتمع المهري في دقيقة أنت؟ في الحقيقة المملكة العربية السعودية تشعر أن هناك تقارب عماني خليجي، وهناك جزء أزمة واضحة ما بين قطر بداخل دول الخليج ينسحب هذا في جزء منه على المعركة في هذه المحافظة. وبالتالي يعني الصراع الإقليمي موجود وحاضر في هذه المحافظة، لكن أعتقد أنه هناك صحوة جماهيرية واسعة يعني ليست يعني بفصيل معين أو بقبيلة معينة، ولكن ضم وشمل كل التيار الشعبي والقبلي والحزبي
داخل هذه المحافظة، وهناك تيقظ واسع لأبناء المهرة. استمرت هذه لسنوات تقريبا لأكثر من سنة، وهي أيضا على نفس التيار التصاعدي ضد أيضا الأجندات السعودية في هذه المحافظة. ونحن نعول على هذه الروح التلاحمية داخل هذه المحافظة، وعلى هذه الإرادة الكبيرة، وعلى أيضا الدعم العماني لهذه المحافظة، وعلى أيضا تلقف الشعبي الذي بدأ يتعاطى مع يعني ما يحصل داخل ويجري داخل محافظة المهرة. نعم، إذا شكرا جزيلا لك دكتور عادل المسني الباحث في العلاقات الدولية، كنت معنا في هذه الحلقة من المساء اليمني. أشكر لكم أيضا مشاهدينا الكرام لحسن متابعتكم، لنلتقيكم في مساء يمني جديد. كونوا برعاية الله وأمنه.